بنرحب بيه دكتور ايهاب. أحلى يعني أحلى شرفتنا ونورتنا، وفعلا اتحاد ليه انجازات مختلفه، وبدأ نسمع صوت اتحاد الجمباز في العالم. الحمد لله، تصنيف عالمي اتحطينا ما شاء الله. الحمد لله، يعني على ايدك كده بدأنا. هنروح لسكه تانية باذن الله، هنشرح كل ده، لكن خلينا البدايه نبدا اتعاملنا ازاي مع ازمه كورونا واللاعبين والمؤهلين والقصص دي كلها. والله طبعا احنا في ازمه عالميه وفي وباء عالمي، وبدات ظاهره الكورونا معانا هنا في مصر. كان الاتحاد المصري للجمباز بينظم البطوله الافريقيه في شرم الشيخ المؤهله للاولمبيات، كانت مع البدايات اخر حدث. اخر حدث يعني احنا البطوله خلصت بعديها الحمد لله. الحمد لله فعلا كانت في ظروف صعبه، بس الحمد لله قدرنا نتغلب عليها وتاهل من عندنا ابطال. وطبعا بعديها احنا كنا استمرينا فتره في التدريب في المركز الاولمبي لحد ما وقف النشاط في الفتره اللي فاتت. طبعا ايقاف النشاط بالنسبه للمنتخبات وللاعيبه الرياضيين وخصوصا المؤهلين للاولمبيات ده أمر صعب جدا، وإحنا دورنا كمؤسسات في الدولة إزاي نبحث عن حلول هذه الأزمة، مش إن إحنا نستسلم للأزمة. إزاي ندور على سبل وطرق إن إحنا نحافظ على أولادنا ونحافظ على بناتنا وننزلهم تدريب حتى لو للمجموعة المؤهلة للأولمبياد. شيء مهم جدا إن الرياضي في الوقت ده هو ما يقفش، ما ينفعش لاعب من المستويات العاليه لجميع الالعاب، انا هتكلم خصيصا على الجمباز. لعبه الجمباز ذات طبيعه خاصه، اللاعب الجمباز ما ينفعش او اللاعبه ما ينفعش انها تاخد فتره طويله من الراحه. الفتره الطويله بتؤدي الى اهدار شهور من التدريب. فازاي نحقق ده اللي يمكن ان شاء الله باذن الله بكره عندنا اجتماع في الوزاره مع دكتور اشرف صبحي لبحث امكانيه عمل فتح صالة التدريب للمنتخب او للمنتخبات اللي تأهلت فعليا، وازاي نعمل بريكوشنز المطلوبه ونعمل لهم عزل ويتمرنوا. والكلام ده اوريدي حاصل في دول العالم كلها، المانيا، في روسيا بيعملوا ده. عملوا اوريدي النهارده المنتخبات الروسيه اللي رايحه الاولمبياد بتتمرن دلوقتي في صالات، ومعمول عليهم حظر كلي ومقفول عليهم. ومقفول عليهم تماما. طبعا وما لهمش دعوه بالاحتكاك الخارجي. لما يكون مصر تصنيفها الطبيعي مش في الطبيعي في مش في الاولويه، النهارده تصنيف مصر على مستوى العالم السابع. انا الرقم ده يعني شويه شدني، ان مصر في الجمباز في سابع العالم، يعني قبل بلاد كبيره جدا في الجمباز. ده شيء مهم جدا، اكيد ده شيء يحسب لاتحاد الجمباز. وكمان مستوى العربي والافريقي ما شاء الله عليهم، مش مكتسحين، يعني فعلا حاطين ايدينا او قابضين ايدينا دكتور ايهاب على الجمباز في الاتحاد العربي الافريقي. اكيد كل ده ما جاش من فراغ. طبعا عايز اعرف البدايه، بدانا ازاي عشان نوصل في تصنيف العالم لسابع العالم. تمام. كدوله احنا طبعا التصنيف العالمي هو تصنيف للاتحادات. كويس. لمجلس اداره الاتحاد. كويس. او للاتحادات المعنيه في الاتحاد الدولي. كويس. او الاتحادات الاقليميه. الحقيقه الاتحاد الدولي بيتابع عندنا في الجمباز شغل الاتحادات التابعه ليه. كويس. وحاطط بنود كتير قوي، من ضمنها طبعا الجزء الاداري، الاعمال الاداريه والاعمال الفنيه، ازاي الاتحاد بيقوم بدوره لتاهيل مدربين، هل بيقوم بدوره لتاهيل حكام، هل بيقوم بدوره لاعداد كورسات تدريب وتوعيه، كل الكلام ده بوينت. استضافه البطولات الدوليه، النشاطات اللي بيعملها الاتحاد سواء دوليه او محليه، كل دي كلها بتتحط في بوينت. كويس. الحقيقه احنا الحمد لله بعد السنه اللي فاتت او يعني في 2018 الاتحاد دخل في التصنيف العاشر عالميا، وده كان اول مره الاتحاد المصري الجمبازي في العشرة ان هو يتصنف اصلا. احنا الاتحاد الدولي فيه 146 اتحاد. ما شاء الله. حاليا في 146 اتحاد. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل يا فندم. هقطعك. اتفضل. في الكلام. عايز اعرف مصر كان تصنيفها كام تقريبا؟ لا ما كانش موجود، لان اللي بيعلن 10 الاوائل. بس. او اول 15 يعني في 2018 اعلنوا ال 15 تقريبا. انما يعني المره دي اعلنوا ال 10 بس. والحمد لله احنا قفزنا قفزه كبيره. طبعا. بس خلينا واقعيين. لو انت النهارده الاتحاد الدولي بيقيم الاتحاد المصري او اي اتحاد من البنود دي في الاخر وانت ترتيبك عالي، فده بينعكس فنيا على مستوى اللعيبه مع الوقت. طبعا
فهي دي. فاحنا السنه في 2019 عملنا 32 كورس دولي للمدربين تحت اشراف الاتحاد الدولي في سنه واحده للست فروع في مصر. 32 كورس؟ 32 كورس. ليه يا دكتور ما كنتوش بتريحه ولا ايه ده؟ لا احنا عندنا 48 اسبوع في السنه و 52 اسبوع. حضرتك احنا الاتحاد المصري للجمباز فعلا ما عندوش راحه. معلش. خالص ما عندناش ايام راحه. يعني الاتحاد عندنا ما فيش اجازات ولا خميس ولا جمعه ولا سبت، احنا الاتحاد فاتح 24 ساعه 24/7 فعلا. 24/7 دي حاجه.